السلام عليكم أصدقائي متابعين قناة سيمو براتيك. صادفني في هذا اليوم هذا الشاحن من نوع أكسنت. هذا الشاحن لحاسوب أكسنت، ويظهر على أنه شاحن رديء جدا. لاحظوا، لم أكن أعتقد أن هناك هاد الحواسيب بها هذا الشاحن. لاحظوا كيف أنه منتفخ بفعل الحرارة، وهو خفيف الوزن. ولاحظوا هذا الرأس هنا، الرأس الخاص به أيضا هو ضعيف. فشاحن رديء جدا، من السهل أن يفسد بسرعة. إذا لاحظوا من الداخل كيف يبدو من الداخل القطع الإلكترونية الخاصة به، قطع يعني أقل ضعف من الشواحن الصينية. الشاحن الصيني الذي يسبب الكوارث، فهذا أكثر منه صراحة. وأيضا هنا يوجد، لاحظوا هنا يوجد مكان خاص ب، أعتقد أنه مخرج لليو اس بي غير مركب. هذا الشاحن فهو 5 فولت، يخرج يعطي جهد 5 فولت، لكن رديء صراحة. لم أكن أعتقد أن هناك شركة للحواسيب تشتغل بمثل هذا الشواحن. لاحظوا أنه لا توجد أي، لاحظوا هنا منفذ USB. إذن لا توجد أي قطعة، تلك القطع الألمنيوم التي تمتص الحرارة الداخلية التي تكون في الشاحن غير موجودة. وأيضا القطع الإلكترونية فهي قطع صراحة لا يوجد أي نظام للحماية، غريب فعلا. إذن هذا النوع من الشواحن فهو يفسد بسرعة، رغم أنك تشتري حاسوب جديد لكنه يفسد بسرعة. إذن هذه القطعة هنا هي السبب، المقاومات أعتقد، أو الدايود. أعتقد أن المقاومات هي التي تسبب هذا المشكل، حيث أن عليها ضغط وتعطي حرارة، مما سبب لنا المشكل. لاحظ هنا سأقوم بقطع هذه الأسلاك بهذا الشكل. هذا الأسلاك ما يهمنا هو هذا الطرف فقط، أما هذه القطع هنا فإلى سلة المهملات صراحة، لأنها لا تليق لأي شيء. سوف أعتمد على هذا الشاحن. هذا الشاحن فهو أيضا شاحن صيني، لكن على الأقل فهو جيد. به 2 من الجهود، 12 فولت و5 فولت، لكن أنا سأعتمد فقط على 5 فولت به 2 من الجهود، حيث سأستعمل 5 فولت فقط. الآن سأقوم بفتحه بهذا الشكل، فهو يفتح بكل بساطة. وأيضا به لمبة تعطيك هل يشتغل أم لا. إذن بعد فتح الشاحن، لاحظوا به 3 أطراف. هذا الشاحن به 3 أطراف. سأقوم بفصله من هذا المكان. 3 أطراف، طرف سالب، وطرف به 12 فولت، وطرف آخر به 5 فولت. فالأمور فهي واضحة وبسيطة. إذن لاحظوا سوف أعمل أولا تجربة. ولاحظ أقوم بتركيب الكابل التغذية. ولاحظ اللمبة، هي اللمبة تشتغل اللون الأخضر، إذن الشاحن جيد. سوف أقوم بالقياس للبحث عن 5 فولت، أعتقد ستكون في السلك الأبيض. أما الأرضي فهو معروف، فهو بالسلك أو الطرف الأسود أرضي، والطرف الأبيض هو 5 فولت، والطرف الأحمر هنا 12 فولت. فأمور مقلوبة. نورمال أو في العادة يكون 5 فولت باللون الأحمر، لكن كما نقول حاجة السلعة الصينية، هذه أدوات صينية طبعا بها هذه المشاكل هذه. إذا لاحظوا سأقوم بالقياس. هذا هنا لاحظوا 5 فولت، ها هي في اللون الأبيض، و 12 فولت في اللون الأحمر، أما الأسود فهو أرضي. إذا عادة يجب تركيب الكابل مباشرة بهذا الشكل، لكن بما أن الأطراف عندي قصيرة، الأطراف التي سأركب فهي قصيرة، لهذا سأترك الأطراف المركبة هنا، فقط سأقوم بالتلحيم عليها مباشرة فوق السلك، بالتلحيم طرف السالب مع السالب و الموجب مع الموجب. طبعا هنا الطرف الأحمر فهو موجب في السلك الخاص بالأكسنت، لكن الأدابتر أو الشارجور فطبعا فهو صيني، لن نستغرب أنه يكون لون الأبيض. إذا لاحظوا تم تركيب الأسلاك بهذا الشكل، ثم سأقوم بعمل لصاق فوق الأسلاك من أجل الحماية طبعا. عندما ننتهي من العملية نقوم بوضع بعض اللصق هنا لكي نرجع الأمور كما كانت. هذا اللصق كولا سبيسيال نقوم بوضعها في الجوانب بعد الشهكة، ثم نقوم بالضغط قليلا، فقط قليل من الضغط، ونتركها تجف بعد الوقت لكي يتماسك هذا الجزء العلوي مع الجزء السفلي. ثم الآن سأقوم بالقياس، ويجب أن أجد 5 فولت في، إذا اللمبة هنا تشتغل، يجب أن أجد 5 فولت في الرأس الخاص بالشاحن. إذا أضع الطرف السالب هنا ثم الطرف الموجب. لاحظوا لا يوجد هنا، لا يوجد أي فولت في رأس الشاحن. لماذا؟ لأن الشاحن فهو رديء جدا، فالمشكل طبعا في الرأس. لاحظوا هذا الرأس هنا يتحرك، لاحظوا الرداء شيء فظيع فعلا. إذا بعد شراء هذا الحاسوب بيوم أو يوما سيحدث معك هذا المشكل، غريب فعلا. إذا تافه. لاحظوا عندما سأقوم بقص هذا المكان ماذا سأجد؟ سأجد أنه غير متصل مع الكابل، لاحظ غير متصل تماما. إذا هذا سيضطرني إلى استعمال تقنية أخرى لأنني لا أملك مثل هذا الرأس، فهو نادر، هذا القياس نادر نوعا ما. إذا سأقوم بقص هذا المكان بهذا الشكل، ثم أحاول تلحيم. لاحظ لا يمكن، لا تجد أي ناس تركب اللحم. إذا أقوم بقص هذا الجزء وأترك الأسود، أتركه طويل نوعا ما والآخر يكون قصير، ثم أخذ هذه القطعة، هذه يمكن أن تأخذها من أي كابل، بتجويد أخذ الغلاف العلوي لأي كابل، ثم أقوم بتسخينه بعد الشيء بهذا الشكل حتى يصبح مرن نوعا ما، ثم أقوم بإدخاله بهذا الشكل. لاحظوا أقوم بإدخاله بهذا الشكل. إذن تم إدخال ثم أقوم بأخذ أقوم بوضع بعض اللحام هنا ثم هنا ثم أحاول لحمه في ما تبقى من هذا الجزء بهذا الشكل، ثم أقوم بإلحام الطرف السالب أيضا بهذا الشكل. الآن أصبح لدينا هذا الشكل. إذا سأقوم بتعزيز الأمر ببعض اللصاق، لاحظوا، ثم أقوم بجر هذا الجزء لكي بهذا الشكل حتى يصبح لدينا رأس لكي نحمي صراحة هذه الأسد. لأن أدخلته كثيرا سوف أقوم بقص هذا الجزء. سأقوم بقطع المنطقة، لم أترك مجال. إذا الآن سأقوم بالتسخين عليه من الأعلى، لاحظوا من خارج، من الأعلى والأسفل أيضا، فقط من الخارج بهذا الشكل. ثم أقوم بالضغط قليلا هكذا ثم أعاود. طبعا الهدف هو إرجاع هذا الرأس بشكل في حالة جيدة، لأن الرأس الأول كان ضعيف. أعتقد أن الطريقة التي أرجعت بها هذا الرأس ستكون أحسن من الطريقة الأولية التي كان عليها صراحة. يبرد سوف يصبح صلب، مما سوف يعطي نتيجة أحسن من التي كان عليها في من المصنع. إذا لاحظوا هذه النتيجة النهائية. الآن سأقوم بالتجربة مرة أخرى. اللمبة هنا تشتغل، ثم الفولت سوف أقوم بالقياس الآن. إذا ها هي 5 فولت جيدة. كان معكم سيمو براتيك، والسلام عليكم ورحمة الله.